الإعلان على اليوتيوب أنواعه وأسعاره. مع أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا ومعدل انتشار في 100 دولة حول العالم ب80 لغة مختلفة، بالإضافة إلى ما يبلغ من مليار ساعة مشاهدة يوميا، احتل موقع يوتيوب مكانة مرتفعة وكبيرة جدا بين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يعتبر ثاني أشهر محرك بحث عالمي بعد جوجل. وأصبح الإعلان على اليوتيوب ضرورة حتمية في 2021 لكل أصحاب الأعمال. لماذا الإعلان على اليوتيوب؟ مع الحرب الشرسة مع المنافسين في السوق الإلكترونية هذه الأيام، ولكي تستطيع أن تظهر بعلامتك وتحتل مكانة بين الجمهور، يجب عليك الاستفادة من هذا الإقبال الهائل على موقع يوتيوب ومن أرقام المشاهدات والمستخدمين المرتفعة، وتعطي له الأولوية ضمن الاستراتيجية الخاصة بخطتك التسويقية، سواء من خلال إنشاء مقاطع فيديو أو تخصيص جزء من ميزانيتك في الإعلان من خلاله. أشهر أنواع الإعلان على اليوتيوب. هناك العديد من الأشكال والأنواع المختلفة للإعلان على اليوتيوب، والتي يمكن للعلامات التجارية وأصحاب الأعمال الاختيار من بينها بكل سهولة، بما يتوافق مع طبيعة عملهم وكذلك تفضيلات جمهورهم. من أكثر الأنواع التي تحظى بإقبال وانتشار كبير من جانب المعلنين هي الأنواع التالية: الإعلانات القابلة للتخطي. عندما يختار المستخدم لموقع يوتيوب مشاهدة فيديو ما، فإن هذا النوع من الإعلانات يظهر مثل إعلان تلفزيوني في بداية البث وأثناء العرض أو في نهاية الفيديو بعد 5 ثواني، يمنح المشاهد خيار تخطي الإعلان أو إكمال مشاهدة الفيديو الخاص به. هذا النوع من الإعلانات منتشر للغاية، ويتم الدفع من خلاله إذا قام المشاهد بإكمال 30 ثانية أو أكثر من الإعلان، وإذا كان الإعلان أقصر من ذلك يتم المحاسبة في حالة مشاهدة الإعلان بالكامل. الإعلانات الغير قابلة للتخطي. إعلان الفيديو غير قابل للتخطي هو أحد أشكال الإعلانات التي قد تظهر قبل أو منتصف أو بعد التشغيل أثناء عرض محتوى الفيديو الأصلي. يمكن أن تصل مدة هذه الإعلانات على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة من 15 إلى 20 ثانية حسب مكان وجود العارض. يجب على المشاهدين مشاهدة الإعلان بالكامل قبل أن يتمكنوا من مشاهدة الفيديو المحدد، ولا يستطيعون تخطي المحتوى. يتم الحساب على هذا النوع من الإعلانات على أساس التكلفة لكل 1000 ظهور. إعلانات True View Action. تم تصميم هذا النوع من الإعلانات من أجل جلب المزيد من العملاء المحتملين وكذلك زيادة معدلات التحويل، من خلال تضمين عبارات تحث المستخدم على القيام بردود فعل معينة Call to Action. يسمح لك هذا النوع من الحملات الإعلانية إلى دعوة المشاهدين لاستكشاف عروض الأعمال الخاصة بك، أو الاشتراك في قائمة بريد إلكتروني، أو اتخاذ إجراءات أخرى مرغوبة تساعدك على تنمية علامتك التجارية وزيادة الوعي بها. رابعاً، الإعلانات الصغيرة Bumper Ads. تم إطلاق الإعلانات الصغيرة الغير قابلة للتخطي للمعلنين في سنة 2016 لعمل المزيد من الوعي للعلامات التجارية بطريقة إبداعية بسيطة. هذا النوع من الإعلانات مدته لا تتجاوز 6 ثوان، ويجب على المستخدم لليوتيوب مشاهدتها بالكامل، ويتم الحساب بها بناء على عدد مرات المشاهدة، إذ يتم المحاسبة على سبيل المثال على كل 1000 ظهور للإعلان. إعلانات Overlay Ads. هذا النوع من إعلان اليوتيوب عبارة عن إعلان صغير يشبه البانر، ويحتل 20% من الجزء السفلي من شاشة الفيديو دون التأثير بشكل سلبي على العرض بالنسبة للمشاهد للمقطع الأساسي. يمكن أن تحتوي هذه الإعلانات على صور أو نصوص، كذلك يمكن للمستخدمين التفاعل معها أو إيقاف تشغيلها حسب الرغبة. يؤدي النقر فوق أحد هذه الإعلانات إلى نقل المستخدمين إلى صفحة ما يحددها المعلن. سعر الإعلان على اليوتيوب. عندما تعلن على موقع يوتيوب، لا يوجد حد أدنى أو أقصى للمبلغ الذي يجب أن تنفقه. لذلك يأتي التساؤل هنا: كم يجب أن تنفق على الإعلان، وما هي التكلفة المناسبة؟ أولا، من المهم ملاحظة متى يجب عليك الدفع مقابل إعلانك. إذا شاهد شخص ما إعلانك بالكامل أو نقر على إعلانك، فسوف يتم محاسبتك على هذا الإجراء. يعتمد هذا على ما إذا كنت تدفع مقابل المشاهدات أو النقرات بناء على نوع الإعلان الذي تنشئه. إذا، ما تكلفة إعلانات يوتيوب عندما ينقر شخص ما على إعلانك؟
يمكن أن يتكلف الإعلان على اليوتيوب من 0.1 دولار أمريكي إلى 0.3 دولار أمريكي لكل نقرة. بالطبع هذه ليست تكلفة قياسية في كل مرة، لكنها السعر المعتاد الذي تواجهه العلامات التجارية المختلفة عندما تستثمر في إعلانات اليوتيوب. وتختلف هذه التكلفة اعتمادا على جودة الفيديو والجمهور المستهدف وكذلك أهداف الحملة.